ولا تتعجل، فإن أقبلت بعد موعدها وإن أقبلت قبل موعدها في أوج زينتها منتظرها لترفع أنكما شاهدان على ما يعد غد لكما، وانتظرها ولمع لها ليلها خاتما. أيها الحضور الكريم في هذه الخيمة الشعرية الأولى والتي تنظمها مقاطعة الحي المحمدي في قسمها المتعلق بالشؤون الاجتماعية والتنشيط الثقافي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشعر، يوم الكلمة الوازنة والموزونة، يوم الأحاسيس الصادقة والعميقة. ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الكبير لكل من ساهم في إحداث هذا المولود الجديد، إنه الخيمة الشعرية في نسختها الأولى، وأخص بالذكر مجلس مقاطعة الحي المحمدي وعلى رأسه السيد الرئيس يوسف الرخيص، وكذلك كل أعضاء مجلس المقاطعة بدون استثناء، كل باسمه وكل بصفته. كما أتقدم بالشكر الجزيل خاصة لقسم الشؤون الاجتماعية والتنشيط الثقافي على هذا المجهود الجبار، ومصلحة الخاصة بالحفلات، وكل التقنيين وكل من ساهم من قريب أو بعيد في هذا الحدث الكبير. كما لا أنسى أن أرحب ترحيبا كبيرا عميقا لكل من حضر ولبى الدعوة بيننا. حضوركم يا كرام بيننا يسعدنا ويزيد للبهجة ألوانا، فالشكر موصول لكم ولكل من أتانا ولبى الليلة دعوتنا. مرحبا بالجميع. زهرة أطلت من طين ناضج، من أعمار الباقية، أمعن من هنا أمعن من هناك إلى كل قادم من حولي سواك. أمعن إلى المد، أمعن من على شرفات المهد، لترى تيمة الخلق يتفيأ من ظلها الجحود، والأشباح هنا والأشباح هناك، وسويعات الشعر قصية قدمت قربانا. أرى مطلع قصيدة تقضم تفاحة آدم، وآدم منقض على تفاحة الكف، والكف ملتف كأنه حية على إيقاعات الشر ترقص. الشر تأبط هاجوج وماجوج، ممعن لا زال يستشرف الغد في خجل يبتسم، كاشفا عن الشمس بالسبابة، كاشفا عن الشمس بالإبهام، يتعقب خطاه من بعيد حيث تتعالى النباح، وقوافل الأيام تسير دون اهتمام. شكرا. تحية لمتكلم
المتابعين والحضور الكرام، محمد المدير مدير العلاقات العامة مستر مصطفى الأمريكي المغربي، مدير العلاقات العامة للاتحاد الديمقراطي لجنوب أوروبا وأمريكا الشمالية، عضو الصالون الثقافي لمجتمع الحوت. اليوم نتواجد في هذه الساعة ولأول مرة نشهد بها هذه الحملة الفكرية. أذكر أولا وقبل كل شيء اليوم نكرم بعد وجوه كمشرق عبد العزيز الشهاب، كذلك مجموعة السادات التي يمثلها الأستاذ محمد الخوش، وهذا الحفل هو بشراكة مع مقاطعة الحي المحمدي مشكورة. نشكر السيد الرئيس على تأسيس هذا الحفل، ولنا إن شاء الله عدة برامج نتمنى أن تروق الحضور الكرام، وبالسعيد أن يكون بيننا شعراء أجو من ربوع المملكة. تحياتي لكم وشكرا لمنبر القضية 24. بسم الله الرحمن الرحيم. رشيد شهاب المساعد المغربي، جئت اليوم مشارك اليوم العالمي للشعر تحت تنظيم في الحي المحمدي تحت تنظيم جمعية أنا وطني وجمعية مجموعة الصالون مجمع الخوت، وهي مناسبة تعريف عن ثقافات أخرى والاحتكاك بتجارب أخرى. وهذا الحفل تضمن عدة وجوه فنية وأدبية، وجيت هذا الملتقى باش غادي نوقع الديوان ديالي تحت عنوان المؤلفين، وتنتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. وشكرا لك. شكرا لك. السلام عليكم. معكم الأستاذ أحمد الكريم، شاعر عبد العزيز الجالة، حاصل على المرتبة الشعرية الشعر المزيان مع مرشد الدولي للشعر. اليوم كان الحضور واحد خيمة فنية ثقافية بالحي المحمدي من المقاطعة الحي المحمدي، وكذلك جمعية أنا وطني، وكذلك الصالون الثقافي للمجمع أنا منتمي. فبشرى للحي المحمدي هذا الحفل العظيم.